مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف التاء. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف التاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه التفاح. تفاح، كلمة تفاح تبدأ بحرف التاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه تمساح. كلمة تمساح تبدأ بحرف التاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه دفتر. كلمة دفتر يوجد بها حرف التاء. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه برتقال. كلمة برتقال يوجد بها حرف التاء. أين يختبئ حرف التاء؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف التاء؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف التاء. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف التاء. لقد اختبأ حرف التاء. في أي صندوق يوجد حرف التاء؟ أحسنتم، يوجد حرف التاء في هذا الصندوق. أين مكان حرف التاء؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف التاء. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة. نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة. كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.